أصدقائنا وحبايبنا. اليوم رجعنا لكم بفيديو جديد وحماس كتير، وبدنا ما تنسونا من اللايكاتكم الحلوة، يعني بدنا ننتشر أكتر، وعنا كتير رحلة أفكار حلوة وجديدة مشان نعملكم إياها. بدنا تحطونا لايكات على اليوتيوب ونشرونا قناتنا مشان نتوسع أكتر، وكترونا الاشتراكات طبعا. وبدون ما تطول عليكم المقدمة، هلا خلينا نشرح لكم اللعبة أو الفكرة، طبعا كتير حلوة، وبس خلينا نبلش. Let's go. نحن كتير متحمسين وكتير حابين الفكرة، لأن انتم ما بتعرفوا ايش الفكرة. خلينا نشرح لكم اللعبة. نحن عنا هون 10 كروتة من 1 للـ10، 5 إلي وخمسة للنوس، وعنا هدول رح نغمي فيهم عينينا عشان ما نشوف، وعنا 10 كاسات. رح مثلا انا اخترت رقم 2، رح اخذ كاسة رقم 2 ولازم احذر شو نكهتها ولازم اشربها كلياتها. طبعا اللي ما رح يحذر الكاسة او الطعمة لازم في له عقاب بالاخير، اللي هو مشية البطالة مدة 60 ثانية، يعني دقيقة كاملة. ايش رايك انت؟ رح نشرب كل اللي بالكاسة وبعدين في عقاب ولا شيء؟ طب لولو انا متحمس اسألك ليش؟ لانه بابا وماما صار لهم ساعة بالمطبخ عم بيعبوا لنا الشغلات. معقول عم بيحطوا لنا شغلات ما طيبة؟ ضفدع. معقول تكون حادة؟ معقول حطوا لنا ضفادع؟ ليتس جو عشان ما نتحمس. يلا ليتس جو. هلا لازم نعمل روك بيبر سيزرز لحتى نشوف مين راح يبدا الاختيار، ونختار وحدة الي وحدة لأن جمع الحماس مليون. يلا روك بيبر سيزر شوت، روك بيبر سيزر شوت، روك بيبر سيزر شوت. يس النوس رح يختار. يلا اشرب. انا رقم رح تختار 10. النوس رح يختار 10. انا طبعا كالعادة رح اختار 5. يلا هلا لو سمحتوا جيبولنا الكاسات. هلا خلينا نغمض عيوننا. بس هيك غمض انت وانا رح اغمض كمان. يا سلام يا جماعة. هلا جبنا له كاسة رقم 10 للنوس. هي هلا خليني اعطيه اياها. عمالك ما تكبه. يلا شو طعمته؟ سفين اب؟ اشرب شربة تاني. ميراندا؟ اشرب شربة تانية والأخيرة هو الجواب النهائي. بيبسي. الجواب بيبسي. برافو. طبعا انه سأل كل انواع الكول. هلا مين معها زرة؟ يلا هلا خلينا ننتقل على دوري. يس يلا يلا صار دوري. هلا يا جماعة انا حساعد لولو بتمسيك الكاسة، بقول له انتبهي ما تكون في حد او شيء. هنوس ما تخوفني. يلا بسم الله. اوكي يعني شو هي حتكون مي؟ ليش؟ اشرب اشرب اشرب. يا جماعة مي يعني شو بدها تكون يعني؟ هلا دوري. ربحت هاي الجولة دور النوس. هلا بالجولة الأولى أنا والنوس حزمنا فربحنا اثنيناتنا. أنا تبعي بيبسي وأنا تبعي مي. مي يعني. هلا صار دوري أنا أختار. صار دوري الجولة الثانية. رح أختار عمري أنا. 8. كما انا راح اختار رقم 1. يلا هلا خلينا ندوق على انوس. يلا تفضل. وهذا هو مشروب رقم 8. يلا شربك. شو انتوا قالوا لي؟ استنى اشرب. اتكبه عصير. انا مانجو. يا جماعة كتير واقفة انا، ليش ما طلع لي كده؟ رح اختار اثنين يا جماعة. اشربي. اعطوني اياها فاضية. اوكي انا ربحت الجولة.
عصير المانجو سويت يعني طيب، ولولو يعني يا حرام كان بدها المانجو، زعلت لانه هي كتير كتير بتحب المانجو. لازم كان يطلعني حصلهم صح. برافو. معش ادوق؟ انت ما دوقتني المانجو. طبعا سويت تعملوا كتير صور. كتير طيب وانا كتير بحب الحصرم. هلا خلينا ننتقل على الجملة الثالثة مع اختيار الارقام. ليتس جو. لما شربت الحصرم طلعت لي طعمة يبرة. يامي 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 يامي. اوكي هلا خلينا نختار الارقام. يلا انا نص تسعة. ستة ستة. اوكي ستة. انا رح اختار رقم ثلاثة. اوكي هلا لو سمحتوا جيبوا لنا رقم ثلاثة وستة. ست تستة. يلا دور النوس. يلا جاهز؟ ايه تفضل. شوف. استاهل يا جماعه هاي تسعر يختار. خلي طب انت دوي. لا انا اكلت معي ما بصير. دوي لا لا خلاص دوي دوي. يلا مو شجاع انت عفاس عفاس. يلا هاي مي. يلا يا بطل. خلاص ما بقدر. خسر النوس راح يمشي مسجد المطبع. هلا خلينا نجيب رقم ثلاثة. يلا ياي يا جماعة هاي تسعة يختار. شنو بدي اشربه؟ اوكي هلا رح نعطيها للولو. ان شاء الله يكون شيء طيب ما يكون مثل تبعك. بس ياي هلا اعطيني شربة. يا جماعة ميراندا طبعا نصتي بحب المانجا عشان يعرف يشرب لي المانجا. اوكي شربت نقطة شربت نقطة. بستاهل اخلي ياكل شطة واشرب لون المانجا. ميراندا خلي يعرف يشرب لي المانجا. طبعا كثير طيبة. هلا خلينا نسحب الارقام. ليتس جو. طبعا يا جماعة انه شرب لي مانجا وانا شربت لها ميراندا وتلخبطت الامور يعني. هلا احنا بالجولة الرابعة. رابعة هلا انوس يلا. اوكي انا رح اختار بما انه هي الجولة الرابعة فرح اختار رقم اربعة. يلا هلا لو سمحتوا جيبوا لنا رقم سبعة عشان اشربه. اشرب النوس ان شاء الله يطلع ما طيب. يلا هلا انا اخترت رقم اربعة اولا لانه هي الجولة الرابعة، ثانيا لانه نحن عائلتنا اربع اشخاص. اوكي يا جماعة بس انا امنت على حالي انه شلنا الشطة وبقي الشغلات يعني احسن. طبعا يلا خلصني. مسيك رقم سبعة. كيف طعمته؟ ساور ليمون. برافو حزرة. يلا خلصت. في حدا يصب لي كمان يعني ليمون طيب نحبه يعني طيب كثير. يلا هلا دور لولو. حضوري كم لولو الكاس ليمون خلينا نشرب طيبة. اوكي يلا المهم هلا خلينا نروح على دوري. يلا رقم اربعة. يلا صار دوري يا جماعة. شو شكله شو طيب يا رب يطلع شيء بحبه انا. بعد شوي
شربيني. شو شربيني؟ حكا انت يطلع لك مانجا. بس شربة. لا اشتلع لك هلا. طبعا كتير بيتر. خلينا نروح على الجولة الأخيرة والخامسة. ويا رب لولو تخسر. بالله. جدك عبد الله. هلا خلينا نسحب اخر رقم. يلا. رقم 2 والنص رقم 9. يلا هلا لو سمحتوا جيبونا رقم 9 عشان النص يدوق. يلا. يلا. يلا بس. اعطوني اياها. يلا تفضل. ميت مخلل. خلل ايش؟ دفت. برافو. يلا خلينا نروح على الجولة الأخيرة اللي هو دوري. جيبولي بس لازم تعمل يعني. خلصت؟ جيبولنا مع شوية فلافل. اوكي بعد ما خلصت. يلا دوري وأخيرا. يا رب تخسر يا رب تخسر. يلا ليتس جو. هلا بسم الله خلينا نعطيها لولو. بسم الله. يلا دوري دوري دوري. كلا 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 كلا. الثانية. الثالثة. كابتشينو. يا الله. يس دي صح صح. هلا يعني خلينا خلصنا المشروبات يعني. هلا لازم عقاب النوس. يس. وهلا لبين ما نجهز عقاب النوس، طبعا انا ربحت التحدي يعني لا تنسوا. رح اقول لكم الكلمات اللي تعرفنا عليها اليوم. هن درينكس، مشروبات، فليفرز، نكهات او طعمات، سولتي، مالح، سويت، حلو، سبايسي، حار. حار اللي طلع لنا النوز. وهذا بيتر. بيتر مر. وش كمان؟ ولا شيء. سويت. هلا عقابي سور سور حامض صح. وهلا خلينا نروح على عقاب النوس. يلا. طبعا هو المفروض عقابه النوس 60 ثانيه يعني دقيقه، بس عملت له 45 ثانيه لانه انا قلبي طيب يعني. لا 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 شكرا انا حملت لي 45 ثانيه. ممكن تعمليها كل 30 ثانيه؟ لا بليز لا. شوف شو 45 ثانية. يلا تفضل. واحد اثنين ثلاثة جو. لا 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 بس لحظة يعني يا رب مش شربانة مش شربتها.
طب معلش انه هلا اجيب اسئله. لا خلاص خلص الحكي، خلص خلص هذا. اوكي مهم. اذا حبيتوا ان نوصل بطه اكتبوا لنا بالتعليقات، و طبعا لا تنسوا انه تشتركوا بصفحتنا على الفيس او على الانستغرام، وتعملوا لنا فولو على الانستغرام، حساباتنا راح يكونوا تحت بصندوق الوصف، ولا تنسوا تشتركوا فيها اثنيناتكم، ودعموا لنا قناتنا لاشخاص اكثر، ولا تنسوا تنشروا لنا قناتنا لكثير اشخاص، وتحطوا لنا لايكات كثير 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 على اليوتيوب، وتشتركوا بصفحتنا على الفيس او الانستغرام مشان اذا نعمل لكم شيء لايف او نحط لكم ستوري او هيك شيء يعني. وهلا بس باي، مع السلامه.